صباح الخير خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ كيف الحال؟ بداو النفسيه ديالكم مزيانه؟ اليوم نهار جديد، فلوق جديد، انسيامي وكيف العاد. مهم قبل ما غنمشيو للفطره غنمشيو نقضيو واحد الغرض في البوستا البريد الايطالي، غنمشيو نقضيو الغرض تما خفيف ضريف ومن بعد غنمشيو للفطره انسيامي. بعد ما سالينا سيدي الغرض ديالنا في البريد دابا غنمشيو للفطره، غنمشيو للفطره وغنكملو الفلوق ديالنا. والمكان المفضل ديالنا فين؟ نتوما عارفين فين هو لالينيا، هو لالين. المهم تما غنمشيو للفطره ما نريحوش بزاف وغنمشيو نشوفو شنو غادي ندير. قبل ما غنفطر بغيت نشكركم على الميساجات البوزيتيف اللي كتكتبوا لي وكتخليو لي في كل كومونتير، وكتخليو لي وكتكتبوا لي ميساجات بريفي في انستغرام ولا في فيسبوك. والله كنشكركم كنشكركم من قلبي الخاص. والله انتم العائله ديالي، حاسس اننا قراب بعضياتنا، فهمتوا؟ كنشجعوا بعضياتنا، وهذه هي اهم حاجه بالنسبه لي، وان نكونوا قراب بعضياتنا ونحفزوا بعضياتنا ونعاونوا بعضياتنا باش نزيدوا انسيامي. اوكي تعالى، المهم انا غنفطر ومن بعد نخرجوا ونشوفوا شنو غادي ندير. الحمد لله، المهم سيدي فطرنا، شربنا قهوه، شربنا قهوه كافي اسبريسو، ما عرفتش باش نفيق شويه، فهمت؟ عند شويه غنمشي للترباخو خاصني يكون فايق، ولكن فهمتي غنسالي للترباخو وغنكملوا الفلوق ديالنا، حيت اليوم ما غنخدمش نهار كامل، غنخدمها نص نهار. وغنكملو ان شاء الله الفلوق ديالنا انسيامي وكيف العاد. اليوم نهار السبت، دعوة زاهية، شوف 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 ديما بياتزا ماجورنا السبت كيكونو فيها لي زاكتيفيتي وما إلى ذلك. المهم أسيدي عليك هنا في بياتزا كاين واحد الإيفنت ديال اليوم العالمي ديال ليزاليمونطاسيون، وهنايا دايرين فهمتي شي حاجة بوغ لافريك، فهمتي؟ كاين واحد الأسوسياسيون هنايا. I'm wondering like what this association make like the rule. Okay, we are CEPA. The association name is CEPA. We are based in Bologna, and we operate in Africa for over 40 years now. And today we're here to celebrate the Mozambican women, Mozambique. And we're here to represent the women because we believe in the power of the women. Today is only for Mozambique. So the money we collect today is for Mozambique. But in general, the association, the NGO, is operating in Tanzania, Kenya, Mozambique, general. And I heard also this association, it has been working since 50 years. 40 years. 40 years. 40 years, yeah. Yes. We are in Bologna, but there are another place in Milan also. But this is the first time I volunteer for them. Oh, cool. This is the first day, actually. And are you enjoying? Yes, you see, everybody's enjoying here. This is an important thing. Yeah, you too, right? Yeah, also. Also, like, I'm like, how do you say? I'm proud of this stuff. Yeah, but where are you from? I'm from Morocco. Oh, Morocco? Yeah. No, I want to go to Morocco. Have you been there before? No, I'm going to Tunisia. Yeah. But I've never it's been recommended. To Morocco. Yeah, I know. Yeah. Very touristic. Maybe sometime. Yeah, I want to go to Fez. دويت مع وحده هنايا من الجمعيه اللي مورغانيزي هذا الايفنت هذا ديال بوغ لافريك، اللي كيعاونوا لافريك وما الى ذلك، وفهمتي يعني مكتوب غير موزمبيق كيعاونوا فهمتي العيالات ديال موزمبيق تماك وما الى ذلك، انه راه عندهم مشاكل. وانا سولك قلت لها يعني واش غير موزمبيق ولا لافريك كامله؟ قالت لي راه 50 عام وخدامين في هذا البروجي هذا. وقلت لها بان راه كاينين حتى الصومال، الناس ما لاقيينش ما يشربوا الماء وما الى ذلك. قالت لي نو، قالت لي راه كل مره يعني عاونوا بلاد لافريك. يا سلام، بولونيا فهمتي، راه قلت لكم واحد المدينه ديال ثقافية وفهمتي وموتي كلشي ومتعدد الثقافات، والناس هنايا اوبن مايند، هذاك الشيء علاش انا ساكن في بولونيا. المهم
دابا غنطلعوا واحد البلاص بلاصو ومن تما كنطوروا البياسه كامله ونشوفوا الخريطه ديال لافريك. بيس. المهم سيدي عليك شفنا لعيبات من الفوق، شفنا افريك، شفنا ماما لافريكا، شفنا من الفوق طوب بولونيا اللي واحد اللي مدينه ثقافيه بزاف. دابا غنمشيو رابع نشوفو على وليداتنا ونشوفو من بعد. المهم سالينا الخدمه ديالنا، غنمشي دابا للدار غنقصي غندوش ومن بعد غنخرجو فلوغي ونكملو الفلوغ ديالنا ان سي ام اي وكيف العام. احسن بلاصه تقدر تريح فيها وتخدم فيها هي الدار اللي ساكن فيها. المهم سيدي شوفوا مريح كيما كتشوفوا، ها هو غيدوز، ها هو غيدوز حد من المطار. لا ما وصلش. يا سلام تريح هنا ترونكيل، هو ديما كنريح هنايا فهمتي. كاين واحد البوله فينا هادي البوله كتشعل بالليل كتدور في البيت طوب، تريح هنايا اتشاي ديالك خارق السعادة بوال. المهم حنا غنتغداو، هادي سميتها بياداينا، بياداينا هو فهمتي الديالكت ديال بولونيا اللي كتعني بيادينا، بيادينا هو ساندويش فهمتي بحال العيش، العيش وفيه المسائل، هنا شلاضة ولعيبات مسائل داكشي خضار وما إلى ذلك وأتاي ديالهم. المهم حنا غنتغداو ومن بعد نمشيو ندوشو. بسم الله. يا سلام اش قلت لكم هذاك النا ما تكونش حاجه زوينه شنو بونا بونا لا لا بياداينا بولونيزي. المهم سيدي مشينا دوشنا، دابا كنحس براسنا فريش فريش فريش. المهم دابا غنشوفو نمشيو بياتسا ونشوفو شنو الدعوة شنو كاينة تماك، اليوم نهار السبت دعوة عامرة، غيكون بزاف ديال ليزاكتيفيتي في سونتر فيل. شحال بقيت سمعت فهمتي شي دفوع غادي ولا سميتو عقلت ليا فهمتي دفوع وفهمتي الطبالة والغياطة غادي غنوريكم هاديك الأوركسترا ولعيبة الطبالة والغياطة ديالو، وكاين عندهم داكشي كلاسيك خليني من عندي. بولونيا كاين لي زاكتيفيتي بزاف، حتى خارج نهار السبت وكتشوف بزاف ديال الحوايج هما الناس كيشوفو فيا ما على باليش فهمتي. المهم كيما قلت كتخرج نهار السبت كتلقى بولونيا عامرة فهمتي، عامرة شيكي كل واحد وغادي بالعيد ديالو، كاين اللي كيضرب فهمتي ضرب الإيقاع فهمتي بحال الطبالة والغياطة ديال المغرب وفهمتي وخالقين السعادة بوالو طوب. يا سلام ها اللي قلت لكم، دابا انت كتمشى وكتسمع ها واحد كيقول بولونيا عامرة 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 بزارتيست ومولتي كولتي، هذا هو اللي عاجبني في المدينة. بغيتو تجيو الطاليان جيو بولونيا وغتشوفوا غتشوفوا يعني ايطاليين بواحد العقلية مختلفة، اقسم لكم يمين رانا اللي عايشين الناس اللي عايشين هنا عندهم واحد العقلية مختلفة، يعني في جوج ديال لي مدن في الطاليان ومشيت لبولونيا لقيت واحد عقلية اخرى ديال الطاليان. كما كنقول يعني انت كشعب يعني ما خصكش تحكم عليه، ولكن فهمتي راه الناس كتختلف العقلية ديالك كتختلف، ولكن المدينة هذه خاص بولونيا يعني موتي كلشي كما كنقول يعني متعدد الثقافات طوب. يا سلام بيس بولونيا. دراري غنحاول نطلعو عاوتاني الفوق باش غادي فهمتي نصور واحد اللعيبه بالدلوعه حيت قلبوا الطباسل ولا ما عرفت شنو داروا تماك. المهم غنطلعو ان سي ام اي وكيف العاد. تخيل معانا غادي طالع بحال هكا ويقول لي قال لينا هذا هو اخر جروب هو اللي غيطلع، يعني عندنا الزهر. هادي هي المرأة ليلي. داري
بغيت نسولكم، بغيت نعرف فهمتي العائله ديالي منين جايه وما الى ذلك. واش من مدينه نتوما فهمتي؟ بغيت نعرف العائله ديالي منين، فهمتي؟ كل واحد يكتب المدينه ملي كيتفرج الفيديوهات والفلوغات ديالو. العائله بغيت نعرفها منين فهمتي؟ واش من طنجه، الكويره، زاكوره، اكادير، جديده فهمتي؟ وتحيه كاع الناس ديال المغرب طنجه العاليه الكويره العزيز. ليكم كاملين عثمان فاميلي. المهم انا جيت الله واقف بغا يصور واحد الدري كتغني فهمتي مع فهمتي زاليه فهمتي تصور الناس اللي زارتيست ارتست ستريت وما الى ذلك. نتلقى واحد من الفان ديالنا والعائله ديالنا فريمون من لي فان ديالو فريمون خونا يوتيوبر باسل كاين هاد خونا كاين انا كنعترف بها خونا كاين تبارك الله الله يحفظك ليا والله العظيم كنت كنقول ديديكاس 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 للعائله وتتوقف عليا الله يحفظك ليا ديديكاس حبيبي الله يحفظك ليا الله يحفظك ليا راه شوف راه سبحان الله راه شوف يلا كنت كنقول لكم ديديكاس ديديكاس وانا نتلاقى مع واحد من لي فان فهمتي لي كونسيدنس لي كونسيدنس طوب العائله ديالنا حنا بارتو لو مود فهمتي وحتى ولكن شرفني انا وكيخليني فهمتي نزيد نعطي ونزيد حيت باقي ما انا شوف كنعرف راسي مزيان باقي ما خرجتش كاع داكشي اللي عندي كنقولها وثقه في النفس مازال 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 باقي ما عطيتش الماكسيموم ديالي يعني فهمتي وغادي داكشي كامل غادي يخرج انا متاكد وغنزيدو ان شاء الله غنزيدو كاملين وغنزيدو ان شاء الله غنزيدو انسيامي وكيف العاده وغنوصلو ان شاء الله انسيام بيس واخيرا لقيت الزنقه ما فيهاش لا صداع لا والو المهم الحمد لله على كل حال بغيت نفتحها واحد اللعيبه اونتر بارونتيز على قبل اللعيبات على قبل الايفنت اللي كان في سونتر فيل جمعيات ماشي خارج على افريكا صاحبي و فهمتي باغيين باغيين يعاونوا الناس في افريك وماشي يعني المسيحيين راه اون جينيرال راه حتى راه قالوا واش فهمتي حتى كيعاونوا حتى الناس اللي في الصومال وعارفين حنا ان الناس في الصومال يعني راه لا بليبار ديالهم مسلمين وما الى ذلك يعني بعض بلدان عندهم العاقه وهادي يعني ما كيخرجوش فلوس خرجوا هذيك الصدقه على الفلوس اللي عندهم راه حتى شي واحد ما يخرج من لافريك وحتى شي واحد ما فهمتي ما غيكون محتاج يعني كتشوف هنا الناس يعني جمعيات ما محسوبينش على الحكومه ولا الخارج يعني اندبند يعني مستقلين باغين يعاونوا الناس وما الى ذلك طوب يا سلام والله كتشوف بحال هاد اللعيبات هادو والله كيفرحوك اصاحبي بان فهمتي ناس مستقلين باغين يعاونوا وما الى ذلك وشفنا بزاف يعني بحال واحد الفرنساوي جيروم واحد الدري فرنساوي اللي منه واحد الفكره بسيطه جمع فلوس وخذ الطياره الاماراتي فهمتي ومشى وعمر عمر فهمتي حوايج الماكله واللعبات ومشى للصومال راه فهمتي غنخلي لكم 600 ديالو بغيتو تتبعوه في انستغرام والله الدري فرنساوي راه فهمتي دوز الصومال مع شي عام ومع عامين مجرد ما كان عنده لا فلوس لا والو ولا هادي مجرد لاح فيديو طوب طق جمع العلاقه دو مع الطياره الاماراتي فهمتي وعمر الطياره ومشى بالصومال كتشوف يعني الناس ماشي مسلمين وهادي وكيعاونوا ناس المسلمين فهمتي حنا اللي فهمتي كندو فهمتي حنا اللي مسلمين اصاحبي ما عندناش هذيك التضامن ما عندناش هذيك سوليداريتي اصاحبي بعضياتنا وما ما كنحنوش بعضياتنا ما عرفتش علاش فهمتي خصنا نحاولوا نحنوا بعضياتنا ونشوف صاحبي وخويا شنو محتاج وما الى ذلك راه السعاده راه ماشي هي زعما يكون عندك كاع داكشي اللي كتمناه وكاع داكشي اللي باغي السعاده هي يكون عندك داكشي اللي كتملك وكتستمتع به هو هي السعاده راه كاينين الناس راه ما عندهم والو ولكن عندهم داكشي بسيط وداكشي يعني داكشي كيستمتعوا به وفهمتوا يعني ابتسامه على محياهم طوب وحاجه اخرى علاش ما بقيناش كنحسوا يعني كنما اون جينيرال علاش ما بقيناش كنحسوا بان حنا ناس غير سعداء في حياتنا علاش حيت ولينا كنقارن ريوسنا مع الناس وحنين اخرين ما عمرك تقارن راسك مع شي واحد اخر لكن شخص اخر عنده طوموبيل عنده فلوس عنده الاخر وانت ما عندك والو ما عمرك تقارن راسك قارن راسك مع راسك وحاول ديما تاميليوري راسك وتزيد القدام نسى عليك الناس الاخرين وديما تكونسونطر على راسك لما واحد كيشوف فيا انا كنفلوغ هو حادين
جاتني واحد الدراري جاتني واحد الفكره خطيره غتكون شي حاجه طوب وتكون شي حاجه زوينه ديما كنجيب لكم الجديد انا. المهم بغيتو يعني تختموا معايا الفلوغ كل مره وتقولوا فهمتي خليكم دائما ايجابيين وخليكم دائما متفائلين القادم واحلى وانا نقول اريفيديرتش. بغيت تقول حتى اريفيديرتش مرحبا بكم ماشي مشكل. صيفطوا لي الفيديوهات ديالكم من اي بلاصه فهمتي صيفطوا لي صوروا الا كانت عندكم كاميرا غتكون شي حاجه طوب ما كانش عندكم كاميرا صيفطوا فهمتي صوروا الفيديو بسمارت فون وصيفطوه لي في الايميل. المهم الايميل راه غتلقاوه في الديسكريبشن تماك صيفطوا لي الفيديوهات ديالكم بغيتو فهمتي تختموا معايا الفلوغ وما الى ذلك غتكون شي حاجه طوب طوب طوب. المهم الدراري جات النهايه ديال الفلوغ ديال اليوم ما درناش بزاف ديال الحوايج. المهم خرجنا فلوغينا فطرنا هادي شفنا لي زاكتيفيتي اللي كانوا في سونتر بي طلعنا مع الدراري العائله ديالنا درنا انترفيو مع ديك الدريه من الجمعيه وعاودت لينا شنو الدور ديالك الجمعيه وما الى ذلك. نهار يا سلام مشينا خدمنا على وليداتنا وما الى ذلك. كنتمنى الفلوغ ينال اعجابكم ولعجبكم الفلوغ ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيوه مع صحابكم وحنا غنشوفوا فيديو جديد وفلوغ جديد انسيامي وكيف العاده. المهم كما كنقول خليكم دائما ايجابيين وخليكم دائما متفائلين القادم واحلى. اريفيديرتشي بيس.